السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشهد مهيب يقف موسى عليه السلام أمام السحرة الذين جمعهم فرعون من كل حدب وصوب. قيل أنهم بلغوا 70,000 بل يزيدون، وجاء الناس ليشهدوا هذه المواجهة لا ليتبعوا الحق، بل قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وفي اللحظة الحاسمة ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ولما ابتلعت ما ألقى السحرة سجد السحرة لرب العالمين وآمنوا به، وجاء الحق وزهق الباطل. مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. معنا ومعكم فضيلة الشيخ أيمن المصري. مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا مولانا. حلقتنا النهاردة بعنوان وجاءوا بسحر عظيم. مولانا الحلقة النهاردة هتبقى قوية جدا، مستعد؟ أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين يا رب. آمين. بداية احنا اتكلمنا في الحلقات السابقة ان السحر كذا نوع، انواع كتيرة. فهل السحر اكتر من طريقة؟ هل يعني الساحر بيعمل السحر باكتر من طريقة، ولا كل السحرة بيعملوا السحر بطريقة واحدة؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا العلم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الهدى، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الأدب، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله عليه وسلم. في زمان نحتاج فيه إلى أخلاق سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ما وصلنا إلى ما نحن فيه إلا عندما بعدنا كل البعد عن أخلاق النبي محمد. والله ما تعبنا وما ظهر هذا البلاء ولا هذا الوباء إلا ببعدنا عن كتاب رب الأرض والسماء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرفع عنا ما نحن فيه، آمين آمين. وأن ينجينا من كل ساحر ومن كل كافر، لأن الساحر كما ذكرنا كفر بالله، لا يعمل هذه الأعمال إلا إذا تقدم بالأعمال الكفرية. نعم. المجتمع يا شيخ محمد بقى في ناس كتير موجوعة، وناس كتير يعني تعبانة، وفي ناس كتير أصيبت بالسحر. كل ده بسبب هذا الساحر اللعين، هذا الساحر الذي عليه من الله ما يستحق. وأسأل الله أن يهدي كل عاصي. نعم. كل واحد يذهب للسحرة ويذهب للدجالين ويذهب إلى المشعوذين، نسأل الله له الهداية وأن يرجع عن هذا الأمر. وكل واحد اقترف هذا الذنب وذهب أو ساعد أو أعان ساحر، أسأل الله أن يعني يتوب عليه وأن يرزقه التوبة، لأن هذا الأمر عظيم. أنت بتضر إنسان وبتتعب إنسان، وقد يصل إنسان إلى القتل. ما هو السحر منه ما يقتل وما يمرض، وما هو خطره جثيم وعظيم على الإنسان. فأسأل الله أن ينجينا وننجي كل المشاهدين من أعمال السحرة الملاعين. كل سحر له طريقة. سؤال ما شاء الله جميل، وسؤال فيه من يعني الموعظة للمشاهدين. كل ساحر بيبقى ليه طريقة معينة حسب الجن اللي بيتعامل معه. هو كل ساحر لما بياخد العهد والميثاق مع إبليس خلاص بقى ساحر، وزي ما قلنا في الحلقات السابقة خد الختم. نعم. اللي هو على جسمه، وأي دي علامة ان تعرف ان ده فعلا ساحر حقيقي. نعم. بتلاقي كده في جسمه قطعة مسودة جلد ميت. نعم. من البصقة بتاعت إبليس على جسمه، أيا كان بتيجي في أي حتة، فبتترك علامة دايما موجودة في جسمه. نعم، احنا بينا ده في الحلقات السابقة. بينا بس احنا برضك من باب التذكرة. نعم. خلاص خد العهد واتكتب، كتب معهم عقد. نعم. عقد، والعقد ده بياخده ويشيله عقد فعلا في مكان لا يراه احد.
نعم. هم بيبقوا معرفين وانت تحطه في مكان يعني صعب الوصول اليه. نعم. في الوقت ده بيعرف مين الاعوان اللي هيبقوا معاه، بياخد بقى سر الشفره اللي لما يعوزهم هيقول ايه، اللي هي بقى الطلاسم او الرقي. نعم. اللي هو التماتم. نعم. اللي هيتمتم بيها. نعم. عشان يحضروا له. نعم. الرقي المحرمه. الله يفتح عليك. نعم. دي بقى نعم. ما حدش بيعرفها. نعم. الا ممكن تبقى قاعد تشوفه بيتمتم بكلمات غير مفهومه عشان الجن ياتي اليه ويلبي طلبه. نعم. فكل واحد له طريق، له طريقه. احنا بقى ذكرنا طرق كثيره في السحر. نعم. او اعمال كثيره. نعم. سحر تفريق بين الرجل وزوجته، سحر التخيل، سحر المحبه. نعم. سحر الهواتف، سحر المرض، سحر الجنون، سحر تعطيل زواج، اعمال يعني. نعم. اشياء. نعم. كثيره. لكن ايه الطرق بقى اللي بيستخدمها؟ طب نرجع نتكلم عن الطرق اللي بيستخدمها بعد ما ياخد اتصال تليفوني. تفضل. معنا الاستاذه نيره. السلام عليكم. السلام عليكم استاذه نيره. السلام عليكم. طب عاوز الاتصال مره اخرى بينا. اتفضل مولانا. طرق طرق. معانا اتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اسال فضيله الشيخ على حاجه. اتفضلي معاك فضيله الشيخ. اتفضلي. وانا كان معمول لي سحر بوقفاني الحال يعني، واي حاجه فيها خير لا ما تمشيش. سحر بوقفاني الحال. اتفضلي يا فندم. كل ما اروح لشيخ يعني يطلب مني مبلغ وقدره، وانا ما عنديش المقدره ان انا ادفع فلوس، فعايز اعرف ازاي انا احل السحر ده لنفسي. يعني ايه يا ماما بكل شيء بيتعطل؟ بس افهم معنى كلامك بالظبط. يعني كل ما حاجه تحصل فيها خير لا، يا عريس يتقدم لي او اجي اكمل تعليمي او اطلع الشغل، الموضوع يوقف وحدي. طيب انت بتصلي؟ الحمد لله. وبتقول اذكار الصباح والمساء؟ بقول. طيب بص يا ماما، احنا قلنا وذكرنا قبل كده يا جماعه ما نعلقش كل حاجه في حياتنا على انه سحر. نعم. في ابتلاءات من ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك، يبتلى المرء على قدر ايمانه. فاحنا مش عايزين نعلق كل حاجه في حياتنا على السحر. مش عايز اوهم نفسي ان انا معمول لسحر. بص يا ماما، انا رحت لاكثر من واحد. ما انا هقول لك اهو، في دجالين كل همهم ان هم ياخدوا فلوس، في مشعوذين كل همهم ان يستنزفوا من الشخص مال. فانت هقول لك على حاجه تعمليها، هتسمعي سوره البقره لعده ايام، قولي مثلا 7 ايام، كل يوم تسمعي سوره البقره او تقرايها لو انت بتعرفي تقراي كويس. في اي اعراض ظهرت ليكي وانت بتسمعي الصوره او بتقرايها، طبعا لو بتعرفي تقراي كويس اقراي، ما بتعرفيش هاتي سماعات هاند فري وحطها في ودنك واسمعيها من اي شيخ بتحبيه. سامعاني؟ حصل لو الاعراض اللي قلت لك عليها دلوقتي حصلت، نعرف بقى ان في سحر عشان نعرف نبتدي نتعامل عليه. شفتي لقيتي نفسك بتتوبي وانت بتسمعي الصوره او بتقرايها؟ اتوب على طول واتخنق واتضايق بتتخنق ومش قادره تسمعي القران ومش قادره تكملي الصوره، بتحس بضيق شديد في التنفس ومش قادره ان انت تسمعي الصوره. ايوه. ممكن يتلاقي في وجع في ظهرك. ايوه، احس كأنه حد بيضربني. طيب يبقى في الحاله دي يبقى كده ممكن نقول ان فيه سحر. كده انت ممكن تعالجي نفسك. اول شيء زي ما ذكرنا الشيخ محمد وكل نعم. مشاهدين يعني مركزين، كل واحد معالج نفسه في الاول. نعم. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى مديك مفتاح، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. نعم. اجيب دعوه الداعي اذا دعان. نعم. احنا اول حاجه يا ماما الجائي الى الملك بالدعاء، لان الضر ده نزل بامر من؟ بامر الله. نعم. وما هم بضرين به من احد الا باذن الله. يبقى اللي هيكشف عنك هذا الضر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله. الله. يبقى بالدعاء، ودعاء بقى يطلع كده من القلب. ادعي كده وابكي، تذللي الى الله وانكسر الى الله، وقولي يا رب اللهم ارفع عني ما انا فيه، يا رب ارفع عني هذا الهم، اللهم ارفع عني هذا الغم، اللهم ارفع عني هذا البلاء وهذا الابتلاء. عايزك تبكي كده، ابكي وتباكي وانكسري بين يدي الله، لان الذي يكشف عنك هذا الضر هو الله، والذي يفرج هذا الامر هو الله. الله.
ده وانا اول عايزه يقين. يعني لو في حاجه معينه انا اعملها في البيت يعني، عشان ما معيش فلوس ادفع يا ماما للشيوخ ما وكده. انا بقول لك اهو العلاج، اول حاجه الدعاء. الدعاء طب وغير الدعاء الدعاء؟ الدعاء الدعاء، لان هو الملك هو اللي هيفرج عنك ما انت فيه. هو لو امر من الله السحر هيقف وهيبطل. اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لجأ اليه في السحر الدعاء. ثم تكثري من القرآن والطاعة، تحافظي على الصلاة الخمس في جماعة، ركزي معايا، الوقت بوقته، تحافظي على الوضوء باستمرار، دايما تبقي متوضية، تحافظي على تناول 7 تمرات على الريق الصبح كده أول ما تصحي من النوم، تتناولي 7 تمرات، ممكن عدد وتر 3 أو 1 أو 5 ماشي، لكن الأفضل 7 تمرات بالوضوء، بالصلاة في وقتها، بأذكار الصباح والمساء. وطبعا احنا ذكرنا الدعاء الدعاء الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدعاء هو العبادة. الدعاء مهم جدا، صدقيني صدقيني، لا شيخ ولا أتقى رجل على ظهر هذه الدنيا هيقدر يعمل لك شيء إلا بإذن الله. احنا أسباب لبعضينا، الشيخ ده ما هو إلا سبب، احنا بنلجأ له آخر يعني آخر شيء. لكن انا وانت عندك يقين وعندك ثقة وحسن الظن في الله، سيفرج عنك الله. نعم الله. دي الناحية. كل واحد يا جماعة معالج نفسه، امتى بذهب للراقي؟ وبعدين انا بقولها للمرة العاشرة، مفيش حاجة اسمها انا بفرغ نفسي للرقية، مفيش حاجة اسمها انا شيخ وقاعد بعالج، لا، انا عندي وظيفتي وانت عندك وظيفتك، كل واحد يبقى ليه وظيفته. لا تتخذ مهنة. الله يفتح، مش نعم مهنه دي، مش نعم مهنه يا جماعه، اللي يقول لك انا قاعد متفرغ لها ده، دي مش مهنه. احنا بنقول ده شيء ربنا سبحانه فتح عليك باب، انت مثلا محب الى القران، لان الراقي ده ليه صفات، بيبقى محب للقران، من اهل التقوى، مشهور بالصلاح، مشهور بالعلم، فربنا سبحانه فتح له باب ان القران لما بيطلع منه بيطلع من القلب. فهو هو ده، تقول القران طالع من القلب، والرقية المعالج بيرقيك من يعني بكل ذل وبكل خشوع، وبيديكي كده، بيبث فيك الامل ان الشافي هو الله. هو هو ده بيجي الشفاء منين؟ من حسن الظن والثقة في الله. هو ده شغلة الواحد، بس ربنا فتح عليه باب ان هو تقي، رجل يعني بيتقرب الى الله بالطاعات والذكر. فهو ده اللي بيبقى ليه قوة في التأثير، قوته من خشوعه وتقواه، القرآن بتاعه بيطلع كده من القلب، فبيأثر بفضل الله طبعا أولا وأخيرا. فربنا بيفرج هذا الأمر أو هذا السحر. فيا جماعة احنا بنقول ونعيم، كل واحد راقي نفسه يا شيخ محمد، إلجأ إلى الله. عايزين بقى نعلم الناس لما يكون عندي مشكلة، عندي أي شيء تعبني، إنما أشكو بثي وحزني إلى إلى من؟ الله. إلى الله. والله انت بس كده بدعوه وسجده، شوف شوف ايه اللي هيتعقل. والله يا ربك كريم، الله رحيم كريم، ابتلاك ابتلاك، انت بقى الجأ الى الله بالدعاء. اسمعوا صوتك يا اخي، هو احنا يعني مش لازما يعني، الله تبارك وتعالى هو الشافي، اسمعوا صوتك بس، الجأ اليه وقول له يا رب انا تعبان، يا رب انا مبتلى، يا رب انا مريض، اشفيني. والله هيشفيك، صدقني هيشفيك، لان هو الشافي، لا شفاء الا هو. فدي قضية محسومة يا شيخ محمد، واسأل الله، اسأل الله ان يرفع عن الاخت ما هي فيه، وان يرفع عن كل مسحورة او كل مسحور، انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني شعرنا زي ما الشيخ قال، كل انسان معالج نفسه، يعني شعرنا هنا فتح السحرة والمشعوذين ونصر الدجالين. جزاك الله خير يا مولانا. وجزاكم ان شاء الله. وقفنا عند طرق عمل السحر. طرق عمل السحر. بص يا شيخ محمد، كل سحر له طريقة. وطبعا احنا بنبين العلامات دي ليه والطرق دي ليه؟ عشان لما تعرف اللي انت رحت له ده دجال او ساحر او مشعوذ، ارجع اللي انا فيه. في ناس كتير يا شيخ محمد ما عندهاش علم شرعي. اكتر الناس اللي بتذهب للدجالين او بتذهب للصحراء هم عندهم جهل بالعلم الشرعي. هو رايح
يقول له انا عايزك تعمل لي سحر محبه زوجتي تحبني، او هي تقول له اعمل لي سحر محبه عشان زوجي يحبني. هي بالنسبه لها راحت تعمل عمل خير. واحد تاني مثلا صديقه يعني تعبه في تجارته او دمره في تجارته، بيبقى عايز ينتقم. يعمل ايه؟ يقعد بيشتكي لواحد، او واحده بتشتكي لواحد، لواحده صاحبتها، ده انا عندي مشكله وفلان اذاني وفلان عمل لي. تقول لها بس ده انا عندي شيخ ليكي كده، هنروح له خلطه سحريه هيعمل لك حجاب ما يخرش الميه. قبل ما يروحوا للشيخ ناخد اتصال تليفوني. اتفضل. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال بينا مره اخرى. اتفضل يا مولانا. فالناس تبقى فاهمه يا جماعه، لازم ابقى عندي علم ولازم اتعلم امور ديني. اعرف ان انا رايح له ده رجل كفر بالله، رجل يستعين بالجن من دون الله، عارف يعني ايه؟ يعني كفر بالله. فراح بقى يعمل لي، حتى لو في، ما هو خلي بالك في سحر اسود اللي احنا ذكرناه، في سحر ابيض، ما السحر برضك بيعمل لك اعمال خير. هو اهم حاجه عنده الايه؟ هم بيسموه خير لكن هو مش خير. لا، هم عندهم مسمينه السحر الابيض. نعم. لكن نعم. هو نعم. اهم حاجه يتكسب. نعم. انت راح تقول له انا عايز مثلا تجارتي تنجح. نعم. مثلا اهو رايح لخير اهو، مع ان في الاصل. الاتصال رجع معانا تاني. الاستاذ اميره، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. هو انا يا شيخ بحلم احلام وحشه وكده، وخوف جدا عندي انا. عباره عن ايه الاحلام يا ماما؟ خوف جدا عندي يعني. يا ماما نوع الاحلام ايه؟ الاحلام من الاحلام اي حاجه. بتشوفي ايه طيب؟ كوابيس؟ تعابين وكده. تعابين وايه تاني؟ وبس، وناس بتطير ورايا. والناس بتجري وراكي؟ اه. ده باستمرار ولا يعني مش باستمرار؟ بيجي لك وجع في ظهرك كده باستمرار؟ لا، في دماغي. صداع مزمن؟ صداع شديد ولا صداع نصفي؟ نصفي. نصفي. طيب بيجيلك حالك اكتئاب كده عند غروب الشمس؟ اه جدا. كل يوم باستمرار؟ اه. طيب ده حسد كده يا ماما. انت عليك زي ما قلنا، بتصلي ولا لا؟ انا مش بصلي بصراحة. لا، الصلاة في وقتها. دي كل ده تحصينات لينا. اولا انت بتنجو بطاعة الله من الهلاك. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا اللي خلقنا له علينا حق العبادة. انا سألتين بس معلش. بص يا ماما، اول حاجة تصلي ماشي تمام، وتحافظ على الوضوء باستمرار تمام، اذكار الصباح والمساء مش عارفاها تتعلمي، او تشوفي اي حد يقول لك اي ذكر، قولي اي ذكر. نعم. اعمل لنفسك ورد الصبح كده 100 مره، لا اله الا الله محمد رسول الله 100 مره، لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره، سبحان الله 100 مره، الحمد لله 100 نعم. مره الله، اي ذكر. نعم. لو مش حافظ يعني، عارف، لو مش حافظ الاذكار بقى اللي هي النبويه. نعم. يعني اي ذكر، ما هو نعم. التسبيح ذكر. نعم. الاستغفار ذكر. نعم. الحمد لله والثناء عليه ذكر. لا اله الا الله ذكر. عندنا اذكار، قولي ايه الكرسي. نعم. قولي الصبح اي شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا السفاء 7 مرات. نعم. والله باشياء بسيطه جدا، باقل شيء اقرا المعوذتين في كف ايدي كده وامسح على جسمي. عندنا اشياء سهله جدا. نعم. واسال الله ان يعافينا وان يعافي كل مبتلى. امين يا رب. طرق عمل السحر لسه ما قلناش لحد دلوقتي. طرق عمل السحر، انا بس عايز ادي نبدا للمشاهدين عشان يبقوا فاهمين هم بيتعاملوا مع مين. الطرق اللي هنتكلم فيها ديت بتبين ان ده ساحر ابعد، لان كده هياخدني في طريق الكفر الى طريق الهويه. في طريقه يا شيخ محمد الساحر انا اقول لك اسلموه الاول، بعد كده ممكن لو في وقت نشرح. نعم. في طريقه السحر الماكول. نعم. وفي السحر المشروب، وفي السحر المشموم. نعم. وفي السحر المنثور، وفي السحر الترابي، وفي السحر الهوائي. نعم. وفي السحر المائي. نعم. تخيل لو ناخد نبذه عن كل نوع منهم بسرعه كده يعني. السحر الترابي. نعم. السحر يديك حجاب ويقول لك حطه في حته في المقابر. في اي حته ارضيه. لو البعض بيسميه السحر المدفون. المدفون. نعم. ماشي، بس هو اسمه السحر الترابي. السحر الترابي. نعم. يعني بقول لك عشان نبقى فاهمين. هيبقى مدفون. نعم. كلام جميل.
اي واحد يقول لك خد ادفن العام ده، طبعا في ناس رايحه للسحر عارفه ان هو سحر، سحر نعم، وفي ناس على طبتها او على هواها او جهله، عندها جهل بالعلم الشرعي، خد ادفن ده بالحته الفلانيه، ويقول لك ادفنه في حته محدش يعرف يوصل لها. ليه؟ طول ما هو مدفون السحر شغال. هيقف امتى السحر؟ وقت ما يستخرج هذا الحجاب او هذا العقد اللي السحر عاملها، او الشيء اللي هو مديه لك انت ما تعرفش، مغلف ايا كان. وده بيبقى بكثره في المقابر يعني، طبعا المقابر بيبقى كتير جدا. نعم كتير، ده في ناس بتوصل ان هي بتحطه مع الجثه، نعم، مع المي عشان ما حدش يعرف يوصل له ولا حد يعرف يخرجه. لكن بفضل الله وبامر الله السحر بيبطل او يبطل، بس بالاستعانه بالله، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. نعم. لكن هو الجن بيوحي للساحر ان هو ما حدش يعرف يوصل، لكن وقت ما ياذن الله لا مرد لامره. ده السحر التراب، السحر الهوائي او المائي. السحر الهوائي، شوف يا اخي بيتفننوا. نعم. في عمل السحر الهوائي يقول له حطه في مقتبل الريح، اي حاجه كده بيضرب فيها ريح، شجره علقه في حته كده، في حته فيها هواء، في اي مكان، فوق جبل، فوق عماره، في حاجه كده تبقى ايه العله من كده انه علقها في مكان، كل ما الهواء يخبط كل ما السحر يشتغل وصاحبه يتعب اكتر. ياه معقول؟ الهوائي. نعم. الشيخ محمد بيتفننوا في ايذاء الخلق. نعم. بيتفننوا في ايذاء الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. معانا اتصال للاستاذه لمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. وانا يا شيخ والدي كان بيشتغل وتمام وكويس وزين، بس جه في اخر حاجة وقعد في البيت ما رضيش خالص يطلع يشتغل. وعنده حالة نفسية وكده. عنده حالة نفسية من ايه طيب يا ماما؟ يعني انت الان زعلان وكده. وعنده كم سنة؟ نعم؟ عنده كم سنة؟ عنده يجي 60 سنة. طب زعلان من ايه وزهقان من ايه؟ مش لازم نعرف. ما هو في، هو ما عندوش حاجة، بس هو كان بيشتغل وكويس، بس جه في الآخر حاجة كده مش بيرضى يطلع ويشتغل وكده. طيب بص يا ماما، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا زي ما قلنا مش عايزين نعلق كل أمور حياتنا على انه سحر، عشان بس ايه، ما انا عارفة وكده. ده شغل الوهم ده ممكن يتعبني أكتر، ما بقاش عندي حاجة. يا ماما كل واحد معرض ان هو يبتلى بيضيق في الرزق، عشان من هو الرزاق؟ الله يلجأ بالدعاء، اللهم أنت الرزاق أو أنت الرازق، ارزقني يا رب. هو يا شيخ مش بيذكر ربنا خالص. طيب يعني أنت، يعني أنت جبت النهي. نعم. يعني يا جماعة إحنا 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 ربنا خلقنا من أجل حكمة ومن أجل غاية، ومن ضمن العبادة إن أنا ألجأ إلى الله في كل أموري، أي أمر بيحصل لي. شوف نفس الله بيعلم ابن عباس، إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله. نعم. بالله أول شيء الاستعانة بالله في أي أمر. حصل لي مشكلة، زوجتي تعباني، أولادي تعبيني، عندي ضيق في الرزق، عندي مشاكل في العمل، إلجأ إلى الله يا أخي بالدعاء. يا جماعة الدعاء ده أقوى سلاح للمسلم، أقوى هو سلاح. هو ما عندوش كده يا شيخ. نعم يا ماما. ما عندوش كده، مش بيذكر ربنا، مش بيصلي. حد يذكره يا جماعة، حد يذكره، تعالي انت قدام منه كده وصلي ويفضل يدعي له. يعني في طرق جميله كده عشان برضك الانسان ما ياخدش الامور بحساسيه، يعني حد من صحابه يكلمه، لازم تشتغلوا معاه، انت تدعي له في صلاتك، والدتك تدعي له في صلاتك ان ربنا يهديه، بدعوه منك ربنا سبحانه وتعالى يهديه، بدعوه من والدتك، بدل ما كل ست بتدي تفضل تدعي على زوجها تعبها، الله هروح يا شيخ حسن. احنا بنشوف ما هذا يا شيخ محمد. نعم. احنا مشكلتنا ببعدنا عن ديننا، مشكلتنا ان احنا ببعدنا عن الله وعن سنة سيدنا رسول الله. ابدا يا جماعة ديننا لا دين تحقير ولا توبيخ ولا زوجك في مشاكل، ادعي له بالهداية. انت لو دعيت له بالهداية وربنا استجاب دعائك خلاص، بدل ما تقول يا روح يا شيخ يا ربنا انتقم منك زي ما انت تعبني، او ربنا مش عارف ايه، ادعي له ان ربنا يهديه. نعم. خلي بالك الهداية في مصلحتك انت، لكن حتى لو دعائك، لو هو حتى ظالم ودعائك استجاب، فهو بيزداد ظلما ليك، بيزداد عدوانا ليك. يبقى احنا نعمل ايه يا شيخ محمد؟ ندعي لبعض. نعم. هقول حاجه بسيطه جدا، معلش بس هي هتساند الموضوع. نعم. هو في حد في الدنيا اتاذى مثل النبي محمد؟ في حد
قابله مشاكل وعناء وابتلاءات في الدنيا زي سيدك النبي لا لا محمد، طبعا صلى في الله عليه حد وسلم. ذاق من الابتلاءات كما ذاق النبي؟ يا أخي 10 سنين في تعذيب للمسلمين، 10 سنين في ضنك وتضييق على المسلمين، نعم. كمان 3 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم راح عرب، لما لقى بذرة التوحيد في مكة صعبة راح الطائف، نعم. مشي أكتر من 80 كيلو. اسمع يا كل مسلم ويا كل موحد، يا نعم. كل واحد بتحب ربنا، شوف سيدنا النبي محمد كان بيعلمنا إيه. صلى الله عليه راح وسلم. للطائف عشان يقول لهم إيه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هو لا عايز منصب ولا عايز زوجة ولا عايز مال ولا عايز أمر من أمور الدنيا، بيقول لهم إيه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صلتوا عليه الصبية، طبعا أبوا رفضوا. نعم. صلتوا عليه العبيد والسفهاء، عملوا له صفين، ألقوه بالحجارة. تخيل ألقوه بإيه، مش بالزلط ولا طوب ولا حصى، بحجارة، أو يعني حجارة. ثم ما استفاق إلا في بستان ربيعة بعد 5 6 كيلو كده ماشي، مش متخيل الموقف من أمته من قومه، يقعد يجلس، ينزل عليه ملك الجبال يقول له يا رسول الله مرني ما شئت، اللي انت عايزه ان شئت. النبي ساكت عشان جميل ورحيم، وهو صلى ده الله ديننا، عليه وسلم. وهو ده اللي بنتعلمه من سيدنا النبي محمد. صلى الله عليه النبي وسلم. قاعد ساكت مش عايز يتكلم، جميل رحيم، الملك هو اللي بيعرض عليه الامر، يا رسول الله ان شئت اطبق عليهم الاخشبين، جبلين كده، جبل في مكة وجبل في الطائف، هبص هطبقهم عليهم، الكل هيهلك، الكل هيموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، لا لا، لعل أن يخرج من بين أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. رجع عملوا له عزل هو وأصحابه لشعب أبي طالب، نعم. 3 سنين في شعب أبي طالب في مكة كده، مكان في الصحراء، نعم. في مكة عملوا له عزل هو ومين، كل من أسلم معهم. عارف يعني 3 سنوات في تضييق وعزل، عزل اقتصادي، منع عنهم التجارة والصناعة، أي إمداد بالطعام او بالماء، خلاص عملوا لهم حصار عشان ايه، يرجعوا عن دينهم. الصحابه بعد 3 سنوات، يا مسلم يا موحد شوف سيدك وحبيبك وشوف ديننا، عشان ما ندعيش على بعض، احنا ندعي لبعض بالهدايه. 3 سنين، 3 سنين، وكل واحد يركز معايا، 3 سنين. عارف يعني 3 سنين وصل الحال بالصحابه ان هم اكلوا اوراق الاشجار من قله الطعام. الصحابه بتقول له ايه، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ هو احنا مش صح يا رسول الله؟ مش احنا اللي على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قالوا ألا تدعو الله عليهم؟ ألا تستنصر لنا؟ يا رسول الله دي دعوة منك بس تنجينا، دعوة منك بس عليهم تهلكهم، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله عليهم؟ النبي راح رفع ايده، الصحابه قالت بس الفرج جه، النبي هيدعي عليهم ايه، والكل هيهلك، خلاص بقى هنشوف فيهم علامه. طب سيدك النبي محمد عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. رفع يديه وقال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. صلى الله عليه شوف وسلم. بعد كل الايذاء ده يا اخي، شوف بعد كل هذا العناء وهذا الظلم للنبي واصحابه، يبقى انت لما جوزك يأذيكي ادعي له بالهدايه، ابنك تعبك ادعي له بالهدايه، مش ندعي على بعض. في مشكله بينك وبين صاحبك وبين جارك، بين اخوك واخوك المسلم، ابن امك وابوك، يا اخي ادعي له بالهدايه، ليه ندعي على بعض؟ ديننا ابدا ما كانش دين انتقام. صلى الله على من علم الدنيا السلام. صلى الله يا رب عليه وسلم. كل اللي بيسمعني دلوقتي ينشر ويبلغ الحلقة دي وينشرها على أكبر مواقع التواصل، هذا هو ديننا وهذا هو نبينا، صلى الله على من علم الدنيا الحب. صلى الله عليه وسلم. احنا ليه بنأذي بعض يا أخي؟ احنا ليه كده بقينا مش طايقين بعض؟ ليه بقينا وبيننا وبين بعض كره وحقد وغل وكراهية، مع ان ديننا دين الحب، مع ان نبينا علمنا الحب، مع ان سيدنا النبي محمد علمنا الحب. صلى الله في زمان، والله والله ممكن نرتاح لو نحب بعض. ليه نأذي بعض؟ ليه تأذيني وأذيك؟ ليه تدعي عليا وأدعي عليك؟ ليه؟ لماذا وصلنا إلى هذا الأمر؟ لماذا هذا البغض وهذا الكره وهذا الحقد
وهذه الضغينه. ما هو اللي رايح يعمل سحر ده هو انسان مريض، انسان تعبان، قلبه مريض، قلبه امتلأ بالحقد والضغينه والكراهيه والبغضاء. ليه يا شيخ محمد؟ رسالتي لكل الناس، مش هنبقى بينا سلام ولا هنعيش في امان الا لما نملأ قلوبنا حب وسلام كما علمنا القرآن وعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني صراحة شيخنا كلمات تبكي القلوب، جزاك الله خير. وصلنا كلمنا عن السحر الترابي والسحر الهوائي، السحر المائي والمأكول والمشروب، سريعا كده عشان الأسئلة اللي بعدين. طبعا انا بعتذر عن الانفعال، لان والله يعني انا بشوف حاجات يعني بتوجع القلب. والله شيخ محمد المجال ده وانت ملتمس معايا الحالات عامله ازاي، مدى التعب اللي هي فيه ومدى الارهاق ومدى يعني نسال الله العفو والعافيه. احنا ذكرنا طريقه العمل السحر الترابي والهوائي، السحر المائي. السحر ده بيديله بقى الحجاب او التحويطه اللي عاملها له ويقول له حطها فين؟ في الميه، في النيل، في بحر، ودايما بيدور على الحاجه اللي فيها صعوبه الوصول اليها. يجي كده في مكان يعني في البحر ويرمي، طول ما هو في البحر ومتغلف في التغليفه بتاعته السحر شغال. طول ما بيتقلب مع الماء يفضل الانسان بيتقلب في العذاب والعناء. ممكن يحط مثلا في سمكه او حاجه ويرمي، وكل اللي تتخيله. يحطه في سمكه، يحطه في بطن، كل اللي تتخيله. هو اهم حاجه عنده ان يقول له طول ما العمل ده في المكان ده صاحبك او اللي انت عايز تضره هو في ايذاء وعناء. فنسال الله ونسال رب الارض والسماء ان يعافينا وان يعافي كل مبتلى. ده السحر المائي المأكول والمشروب. في سحر مأكول، ممكن واحد يقدمه لك عن طريق شرب الاكل. في اكل يديله نوع معين كده زي ماده، شيء زي زيت، يقول له بس حطه له على الاكل وخليه ياكله. ده هو ده اهم حاجه عشان السحر يشتغل معاه. فالسحر الماكول طبعا. احنا ليه بنقول بعدنا عن الدين وعن القران وعن السنه بيتعبنا ويهلكنا؟ لان انت يقينا لو سميت بتبطل المفعول. لما تحمد الله بعد كل أكلة بتبطل المفعول. ما انت لو انت متمسك بالسنة هتعيش في حياتك مظبوط ومضمون. هو ده اللي احنا نقول عليه، طول ما انا بعيد عن السنة معرض للتلطيش من اي حد، عدوي اذا كان من الانس والجن. فانت طول ما انت محصن نفسك بأفكارك، وشوف سيدك النبي محمد ده حتى يا اخي علمنا نقول ايه واحنا داخلين الخلاء، اللي هو البيت او بيت او سكن الجن. في الاماكن المغلقه او القاذورات او الاماكن المظلمه او اي اماكن فيها قاذورات او قمامه. فالحمام معروف، فانت بيعلمك تقول ايه وانت داخل عشان تحصن نفسك، لان هو ده عدوك. هو عايز منك الجن، عايز يدمرك، عايز يبعدك عن المنهج. هو لما يلبسك ولا يحصل لك سحره، كل الغرض ان انت مش عايز تصلي ولا تصوم ولا تسمع قرآن، بيخليك تعرض عن كل شيء، حتى الأذان مش قادر تسمعه. هو ده اللي عايزه منك، مش عايز أكتر من كده، إن يوديك لطريق الهلاك أو إلى طريق الهوى. هو كده ده فرحه. فدي طريقة. المشروب قلنا المأكول. المأكول والمشروب كذا. يقول له حط بس المسحوق ده أو المادة دي على كوباية مية وشربها للي أنت عايز إيه تشربه له. في ساعتها السحر هيشتغل، مالكش دعوة. ودول من اشد انواع السحر، المأكول والمشروب. اعرف ازاي ان انا معمول لي سحر مشروب او مأكول؟ دايما المسحور بيشوف كده اكن في كوره بتطلع لفم المعده وتنزل، والم رهيب، الم رهيب. فاي واحد يحس كده ان في شيء بيمشي جوه فم المعده ويطلع كده يطبق على نفسه من جوه زي الكوره كده، يبقى ده سحر مأكول او مشروب. وبالذات لو سمع رقية، عشان مش اي حد عنده مشاكل في المعده او بتاع يقول لك لا 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 لا، ده ليه تحصيل معين. ده بقى غير الخارجي، ان انت بالقران. هو طبعا مش كل شيء بالقران، حتى المأكول، بس دي طريقه معينه. واخد بالك؟ ادي السحر المأكول او المشروب. في السحر المنثور او المرشوش. يقول له بس خد شويه الميه دول ورشهم قدام بيته، المهم ان هو يخط عليهم.
رشوه قدام بيته، وهو مثلا لو واحد مثلا في شغل يقول له رشهم له وهو داخل المكتب، ايا كان، المهم ان هو يعدي عليه. او سحر منثور في الهواء، يتشم مشموم، يشمه، رخ خد الريحه دي او النوع ده وبخ، المهم ان هو يشمه في الحته دي، خلاص السحر هيتنفذ. فكل دي طرق، اي طريقه من دول كلها كفر، كلها استعانه بالجن. نسال الله ان يعافينا وان يعافي كل مبتلى. جزاك الله خيرا. سؤال انتشر على الساحه فتره واثار ضجه شديده، هل للسحر علاقه بكره القدم؟ ايه اللي جاب السؤال ده يا شيخ محمد؟ السؤال ده انه فعلا انتشر على الساحه جدا، وكان وفجاه يعني بقى كله يتكلم عنه، هل ممكن يتعمل سحر اللاعب كذا؟ فهل السحر علاقه بكره القدم والنوادي؟ السحر له علاقه بكل جوانب حياتنا، حتى بكره القدم، حتى بكره القدم. إيه ممكن حد يعمل نادي يعمل لنادي، للدرجه دي يعني؟ فعلا لعيب يعمل للعيب، او لعيب يعمل لنفسه. طبعا الموضوع ده منتشر كتير جدا في افريقيا. في افريقيا، شوف ركز معايا، في افريقيا منتشرين ومعروفين جدا ان هم بيعملوا اسحار في الساحره المستديره، وما بيعملش السحر ده الا الساحر السفلي. اللي هو اقوى يعني انواع السحر. واحد ده بقى وصل لمرحله الكفر زي ما قلنا، النجاسه، ودايما نجس، ودايما بيذنب المحارم. واحد بيشرب، بيلبس المصحف في رجله، ويدخل دوره الميه، بيسجد للجن دون من دون الله. فده اقوى واحد بيروحوا له. فافريقيا منتشر فيها جدا السحر ده. وحتى المنتخب بتاعنا في 2002 تقريبا على ما اتذكر، كان في كاس افريقيا او كان ماتش تاهيل، يعني يقول اللعيبه قالت احنا شفناهم واحنا داخلين، اتلم علينا ناس كده شكلها غريب، وعمالين ايه يرشوا علينا اشياء معينه. وفعلا الماتش ده تقريبا اتغلبوا او اتعادلوا، مش متذكر، بس دي مذكوره يعني ومعروف. فطبعا ما حدش يفهم الكلام ده الا الناس اللي هي متعلقه بالرقيه او عارفين عندهم علم عن السحر. يعني في ناس بيقعدوا يتريقوا، يقول لك جامايكا ومش عارف، يقول لك لا الكلام ده مش موجود، وياخدوه على سبيل الدعابه والتريقه يعني، بس هو بالفعل موجود زي ما حضرتك قلت. طبعا بس خلي بالك احنا طبعا هو السحر موجود، لكن احنا بنتكلم عن كره القدم. يعني الناس اللي بيتريقوا يقول لك ايه اللي دخل السحر بكره القدم؟ لا لا لا، في لعيب مثلا حارس مرمى، وانا بكلمك على اكتر ناس في افريقيا هنا في مصر. يعني احتسب عند الله ان احنا بنخاف من الله. يعني احنا طبعا في مواقع ثانيه قالت ده معمول سحر، الله اعلم. بيبقى ليه دلاله، وخلي بالك لو ليه علامات. ليه علامات. طبعا موضوع يا رب يعني انت موضوع طويل ده عايز حلقه لوحده. لاعب حارس مرمى بصت ليه، راح للشيخ السفلي او السحر السفلي، ويقول له انا عايز النهارده ما يخشش فيها اجوان، يعمل لي حاجه كده، يقول له خد بس الحجاب ده حطه جنب العرض. وفي كتير لعيبه طلعت فعلا، في لعيبه بتعمل كده. بيطلعه بيجي مش عارف، كل ما يجي يوصل للجون يجي الكره تطلع تتشال بره. فعلا بيحصل له عدم تركيز. بتاع الافريقيه فعلا اللعيبه بتاعتنا بيروحوا لما يكون في ماتش، يروحوا يلاقوا حجاب او ماده غريبه. أيوة طالعه من جنب الجون. ايوه فعلا من جنب المرمى يعني. بقول لك منتشر جدا في افريقيا. انا شوف انا كلامي واضح، في افريقيا. وفي فيديوهات كتير على فكره على جوجل وعلى يوتيوب. فيديوهات كتير اللاعب لما يحس ان في حاجه يجري على اللي يشوف، يلاقي حجاب جنب العارضه ياخده ويجري بيه، وتلاقي الجن يطلع يجري وراه عايز يضربه. ليه؟ ما هو عارف السر. تلاقي لاعب ماشي بالكره مره واحده كده بيعمل حركه لا اراديه، يقع. مش عارف ايه، هو جن. ما هو السحر السفلي ده معاه اعوان كتير من الشياطين. بيعملوا للانسان عدم تركيز. بيخلوه يبقى زي ما كنا ايه، شفت كده تلاقي منتشر اللعيبه اكنها مش في وعيها، في غضب. بيعملوا حته ايه غضب، بيخلوهم يتعصبوا. ودايما طبعا الاهم حاجه من اللعيب التركيز. هو لو التركيز قل عنده يعني نسبه 50% من مجهوده اللي بيبذله بيروح بيضيع. طول ما يبقى في عصبيه من اللعيبه ومشده تلاقي الدنيا طبعا. فالموضوع بقى طويل، انا اتكلمنا فيه اشياء يعني غريب، لكن في سحر في كل مكان. اي حد يعمل سحر يعني مطلوب باذن الله. خلي بالك برضك، هو الواحد بيروح للساحر والابتلاء من الله. ان اراد ممكن واحد يجي يعمل لك سحر ما يتنفس، هو ربنا ما أردش، فكل شيء بقدر الله.
يعني من طرف مثلا يقول لك ميسي ده عامل سحر، الكرة ما بتفرقش رجليه، يعني الكرة لازقة في الله رجليه. اعلم بقى، الله اعلم، احنا نخش في غيبيات. فلا انا سايب له اضطراب يعني. لكن اللعيب لو في ماتش مثلا ولقي ماده غريبه، حجاب او حاجه في حاجات المرمى، كتير يعمل ايه؟ لا يعمل ايه عشان لو في ليه يعني يعمل بعض يتصرف اللعيبه ازاي؟ مثلا في برضك في مره من ال في 2012 تقريبا برضك مصر راحت تلعب مع فرقه افريقيه، سنه مش كبيره قوي في الكوره، نعم وقال لك لقيناهم ذابحين، مش متذكر ذابحين عجل او ذابحين حاجه قدام النادي وعمالين يلطخوا، فالحاجات دي بتشك، او ممكن انه بيذبحوا لغير الله. مرة دخل عليهم بالمعزة، وقعت المعزة ما هو الشهيرة. دايما الجن بيأمر ان هم بيتقدم الساحر بالقرآن بالقربان لمين؟ للساحر او نعم للشياطين، للشياطين او نعم لابليس، نعم يقول له تذبح عجل ده بتتقرب بيه الى الشياطين عشان ينفذوا لك طلبك. نعم ففي اشياء كتير، وفي سحر لما من منشوق ما مرشوش نعم ممكن يترش ارض الملعب، كل شيء موجود، بس اللي بيعمل الكلام ده والفكرة اللاعب لو لقي مثلا حجاب او حاجة في الجون يتصرف ازاي؟ يسمي الله كده وياخده ويعني ويقرأ آية الكرسي عليه ولا حاجة. نعم ده ما هو ده أقل شيء. نعم لكن كل شيء موجود، نعم في الكرة وفي غير الكرة، نعم السحر نعم في أي مكان. ففي لعيبة ليس عندها دين ولا خلق، نعم بتستعمل هذا في الحرام. بس أنا أحتسب إن بلدنا مصر يعني عندنا إيمان بفضل الله، وفي ناس بتعمل فيه، ما لا يعلم الغيب إلا الله، في ناس بتعمل فيه، نعم بس دول ما عندهمش لا خلاقة لهم ولا دين. اللي بيذهب للسحر ويعمل كده، اشتغل بمجهودك يا اخي، خليك انت عندك دين. تمام، عشان ما يقولوش بقى انت كده بتخوف اللعيبه قبل بقى الماتشات الافريقيه، يقول لك احنا هيتعمل لنا السحر ومش عارف ايه. ازاي اللعيبه تحصن نفسها من السحر قبل الماتش؟ تحصن نفسها؟ عشان السحر ما يتسحروش بقى، ما خلوهم يقولوا انا حصلت. يا ربنا يكرمنا كده زي اي حد. بص زي ما قلنا التحصين يا شيخ محمد، احنا طبعا دي مداعبه ونسال الله يعني ان يعافي الجميع من السحر. هو معروف يا شيخ محمد الطاعه. نعم اللعيب يبقى داخل مصلي الفرض اللي عليه، نعم ومتوضي، نعم واي اذكار اي ذكر يقوله، يقرا ايه الكرسي، نعم يحصن نفسه بالمعوذتين، نعم وبرضك مش عارفين يقولي وانا حصل. نعم. جزاك الله خير مولانا، وجزاكم ان شاء الله. من المواضيع برضو المثيره موضوع خفه اليد والصحراء اللي انتشروا على بيسمي نفسهم الصحراء يعني، او انتشروا على الساحه. تمام، فجأة مش عارف يطلع فلوس من ايه، من حاجة كده قدامه من جوه بطيخة، يقف في الهواء مش عارف ايه ده، وعلاقته بسحر التخيل. يعني اولا عاوزين نعرف ايه هو سحر التخيل. تمام، يعني بداية ايه هو سحر التخيل؟ النهارده يا شيخ محمد جاب الاسئلة دي، انا قلنا النهارده حركة قوية يعني. خفة اليد دي حاجة والسحر حاجة. نعم خفة اليد دي اعمال بتبنى على خفة اليد وسرعة الحركة. نعم لكن في مشكلة لازم نعرفها، اللي بيطلق على نفسه ساحر وهو مش ساحر، انت دخلت في مصيبه. نعم انت كده دخلت في نفق مظلم. نعم انت كده دخلت في كفر لما تتلقب نفسك بالساحر، مصيبه. نعم لكن كل اللي احنا بنشوفه على الساحات كلها خدع. نعم وكلها اعمال خفه يد وسرعه حركه. نعم هو بيبقى متدرب عليها. فالساحر حاجه وخفه اليد حاجه. نعم وخلي بالك في بعض العلماء ادخلوها في سحر التخيل. نعم ان بعض من فعلا من الناس ديت بيلجأ للسحر. نعم بيتعلم او بيبقى معاه جن معاون ان هو يعينه على سحر تخيله، بيخيل للناس. نعم زي ما كانوا بيعملوا سيدنا موسى، ويخيل اليه من سحرهم انها تسعى. نعم. هي اكنها حيه بتسعى، لكن نعم. هي كله سحر. ايه هو سحر التحيير التخيل؟ قلب الحقيقه الى او قلب الخيال الى حقيقه. نعم دايما السحر التخيل ده بيشتغل على البصر، انت بتشوف اكنك شايف تعابين وانت ما فيش حاجه، يبقى قاعد وسط ناس المسحور ده، انا شايف ده في تعبان، ده في فار يا عم، والله ما في حاجه. نعم. ده قدام مني اهو، انا شايف ناس شكلهم وحش. فسحر التخيل هو قلب الخيال الى حقيقه. نعم. وعند الرقاه انه عمل وتاثير يسعى الساحر من خلاله الى قلب الحقائق. شوف اهو نعم. بيقلب ايه الحقائق. نعم. فيرى المسحور الشيء على غير حقيقته، وهذا نعم. النوع من السحر يعتمد على استعانه بالارواح الارضيه. نعم بيستعين بمين السحر ده؟ بالارواح الارضيه اللي هم نعم. مين؟ شياطين الجن. الجن نعم. بس هم نعم. ايه اللي هم تحت الارض، بيجي نعم. تحت الارض، وده نوع قوي من انواع الجن. نعم. فيحصل الاستعانه، يستعين بهم ثم الاعانه. نعم. لما يستعين بهم انا عايز اخلي فلان ده يشوف اشياء نعم. بيكون
ففي منهم بيتعامل مع الجن فيه. نعم. فيه، لكن اغلبيه اللي موجوده على الساحه او القثره الكثيره كل دي اعمال خفه يد، وخلي بالك في نهي عنها. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما اخبرنا عند الحاكم، المكر والخديعه والخيانه في النار. ركز، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال المكر والخديعه المكر والخديعه والخيانه فين؟ في النار. اي واحد مكر، اي واحد بيخدع الناس، اي واحد خاين مصيره الى النار. فالشرع عندنا بينهي عن هذا. كثير من الاشيوخ حتى دار الافتاء طلعت بيان بعدم المشاهده لمثل هذه الاشياء، لان هي بتحبب الى الناس. وشباب كتير بيبقى ايه، بتحبب اليه عمل السحر. يعني في واحد كده لما يتفرج يتبسط ويعجبه الشيء يقول لك انا عايز ابقى ساحر. وهي اساسا بعيده كل البعد عن السحر. فهذه الاشياء ديننا ينهى عن مشاهده هذه الاعمال. يعني مش بس ان هي حرام، ده كمان حرام مشاهدتها او انها مشاهدتها. لا يجوز مشاهدتها. لان احنا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. احنا مش مخلوقين عشان نلعب ونهزر. انا الحياه الاساسيه اللي في الاخره. انا نفسي انا بقول الدنيا سجن المؤمن. اكنك في سجن، حافظ على نفسك. في ضحك اضحك، بس الضحك المباح. عايز افرح افرح الفرحه المباح. عايز اتفسح اتفسح الفسحه المباحه. اروح الاماكن العامه، الاماكن اللي فيها مناظر طبيعيه، المناظر الجميله اللي بتسر العين. ديننا يا جماعه مش ضد اي انبساط ولا اي ضحك خالص، ولكن بضوابط. اشوف الحاجه اللي تعجبني، اقعد اسمع، ما اسمع القصص، القصص القران، قصص الصحابه، السلف الصالح. عندي قنوات كتير جميله ما شاء الله، فيها من 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 الثقافه ومن الرياضه وطبعا اول شيء ديننا. اتفرج على القنوات اللي فيها دين. اسمع يا اخي القصص الجميله بتاعنا، وشوف شوف الاصول الحقيقيين، وشوف الصحابه اللي هم قصصهم تحكى الى يوم الدين. يا اخي اقرا في سيره زيدك النبي محمد، بدل ما انت مهتم كده ومتابع واحد. والله شيخ محمد يعني انا شيء بيضني قلبي، تلاقي الشيخ امام من وعالم ما شاء الله، تبص تلاقي صفحته متابعينه الاف، 300,000، وفي منهم بيبقى عالم وعدده 50,000، وتلاقي واحد خفه يد بيشاهده 8 مليون واحد. احنا كده احدهم، هي دي احد المشهورين في مصر هنا، تخطى ال 10 مليون. هو ده. هو ده اللي احنا بنعمله ويودينا الحياه سليمه. كلنا مش عارفين احنا البلاء اللي فيه بسبب ايه، الوباء اللي احنا فيه بسبب ايه، بسبب بعدنا عن الدين. يبقى عالم الدين او الداعيه او الخطيب او الداعي يبقى اعداده بسيطه اللي بتشاهده، والتاني ملايين. قال ايه؟ حركات بهلوانيه وخفه يد. يا جماعه بقى عايزين نتقي الله ونرتقي مع الله، والله هتضيع. اوعى تضيع حياتك هباء. الحياه دي والله لما تسال يوم القيامه كم لبثتم، لبستم قعدت ودي في الدنيا، قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. فالحياه قصيره. والله الحياه الاساسيه هي الجنه. حياتك هتبتدي من ذكورك القبر. اللي انت قدمته في حياتك هو اللي يكون الحصاد بتاعك في حياه البرزخ والحياه الاخره. فاسال الله ان يردنا الى دينه مردا جميلا، وان يرزقنا الاخلاص والقول والعمل. امين. جزاك الله خيرا مولانا. سبب مشاكلنا هو البعد عن الدين. مشاهدي الأعزاء كالعادة مضى الوقت سريعا، ما تنسوش تتابعونا على صفحة الشيخ أيمن المصري على الفيسبوك، وعلى قناته على اليوتيوب، وصفحتي محمد الزغبي على الفيسبوك. إن شاء الله استنونا السبت الجاي الساعة 8 وحلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.